لكن كيف يتعامل المجتمع الروسي مع المهاجرين على اختلاف انتماءاتهم القومية؟ استطلاعات الرأي كشفت أن نحو 25% من سكان روسيا يكرهون المهاجرين ويتعاملون بعدائية معهم، فيما يرفض 40% تسهيل دخول الأجانب إلى بلادهم للعمل، وذلك استنادا لقناعاتهم بأن ازدياد معدلات الجريمة بسبب تورط العمال الأجانب فيها ناجم عن سوء أوضاعهم الاقتصادية، فيما يرى 14% فقط ضرورة تسهيل استقبال المهاجرين، ويقبل نحو 33% بالمهاجرين القادمين من أوكرانيا وبيلاروسيا باعتبارهم من أبناء القومية السلافية. ويشار إلى أن ارتفاع معدلات البطالة والترويج الحكومي لمسؤولية المهاجرين عن ارتفاع معدلات الجريمة أدى إلى ظهور منظمات قومية تحارب المهاجرين وتطاردهم في مختلف أحياء العاصمة الروسية حتى وإن كانوا تحت حماية مؤسسات حكومية.